الجمهور هذا العامل المهم جدا جدا. يعني اعتقد ارتباط حتى جماهير الاهلي يا باشمهندس. النهارده تذكرت بمناسبه الجمهور صديقنا العزيز والمستمع الدائم للاذاعه، ولما تسال اي حد مين اشهر مستمع رياضي، مليجي حنكو. مليجي حنكو قاعد يكلمني اليومين اللي فاتوا مرتين ثلاثه وقال لي ان هو كلمك. كلمني بس للاسف انا كنت كلم الاستاذ شوقي حامد، فانا مرتين مش عارف ارد عليه. النهارده بيكلمني بيقول لي للاسف كنت بكلمكم عشان كان فيه واحد في مراحل مرضه الاخيره نفسه يسمع صوتكم. ياه. الحاج عبد ربه عبد الحميد بدر من قريه ايناس تبع اويسنا المنوفيه، ده راجل من قيادات التربيه والتعليم في المعاش، اهلاوي كان بعت رساله غير طبيعي، قال لي كان في المستشفى وكل شويه يسالني عليكم وهو في مراحله الاخيره، ففشل في انه يوصل ليا او ليك، واعتقد كلم الاستاذ شوقي حامد. بس الحاج عبد ربه يعني اكتر حاجه كانت بتسعده يكلمنا، وانت فاكر يقول لك اهم حاجه اسمع زين النوادي قبل ما انام، وكان من اكتر الناس اللي بتحرص على مناشدتنا ان دي تكون الاغنيه الختامية. طب طمني، انت قلقتني كده. توفاه الله، لا حول ولا قوه الا بالله، توفاه الله امبارح. ومليجي حنكو فكرني بحاجه، قال لي فاكر لما جينا نزور النادي الاهلي في شهر 3 ضمن موجود؟ الفائزين، كان موجود يا الله، وتصور معانا وتصور وسجل كلمه نفكر حضراتكم بيها عشان نترحم على الحاج عبد ربه بدر، واحد فعلا من اللي كانوا بيحب الاهلي بصدق على ذكر هذه الجماهير، نفكركم بيها. شاكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيتسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه، كان نفسي في اليوم ده لان انا بموت في الاهلي 72 سنة، فيوم مش هنساه في حياتي. أنا حجيت ورحت 7 عمرات، النهاردة بضيف بقى حدث كبير، أموت وأنا مرتاح والله النهاردة. وألف ألف شكر للاستقبال والحفاوة اللي احنا اتقابلنا بها لحد الآن، والله متشكرين أوي أوي أوي، ألف شكر. رحمة الله عليه تذكرته. شوف قيمة الأهلي عند الناس عاملة إزاي، وشوف دي رسالة لينا كلنا يا جماعة، اللي يقدر يعمل حاجة يسعد بيها أي حد وأولها أن يحافظ على قيم وتقاليد النادي الأهلي وشكله المحترم، ويسعى إلى تحقيق البطولات باسمه وإنه يكبره. لا، الناس دي تستحق الكثير جدا من كل المسؤولين والجماهير والأعضاء وكل الناس، رحمة الله عليه. حاج عبد ربه يعني بص، الناس دي ناس جت من أسوان، فاكر اليوم ده انت قلت لي في ناس هتيجي ولازم تكون من المحافظات، رغم انه كان بدري جدا جدا. كل حاجه كويسه بالنسبه لهم عندهم انه يدخلوا النادي الاهلي ويسلموا على مسؤول النادي الاهلي ويتصوروا عند دولاب البطولات ويقابلوا اللعيبه. يعني احنا حريصين حتى في المجله على رحمة تنظيم الله المزيد من هذه والله يا استاذ ابراهيم، الفرص كمل علشان الناس فعلا تاخد فرصه تقرب من المكان اللي هي بتحبه. لا، وطالما ان ده بيسعد لا، ده حاجه. انا يعني اللقطه دي فعلا هزتني جامد قوي. الف رحمه ونور على الحاج عبد ربه عبد الحميد بدر من ايناس مركز اويسنا منوفيه ولاسرته خالص العزاء.